بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة دارسي منهج Foundations Engineering 2 في المستوى العاشر في قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك خالد، النهاردة هنتكلم في آخر موضوع من مواضيع شابتر 2، اللي هو شابتر 2 مفروض ان هو أي قاعدة isolated بس subjected to eccentric A force. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها isolated footing بس subjected to pi axial moment. طيب عايزين نعرف او نعرف بيجي ازاي الباي axial moment. لو انا عندي فريم زي ما انت شايف بالشكل ده، وفي كاميرا هنا وفي كاميرا هنا، خلي بالك لو الاحمال هنا نفس الاحمال، يعني الجزء ده عليه نفس الاحمال ديت والاحمال ديت نفس الاحمال ديت، ده مش هيبقى الموضوع بتاعنا خالص، ده يبقى عبارة عن قاعدة عليها حمل، وده في foundations engineering 1 تقدر تصممها. لكن هو السؤال بقى لو الحمل هنا غير الحمل هنا، هيجي لي عزم ام واي، صح؟ طيب وكمان الحمل في الاتجاه الاخر هنا لا يساوي الحمل هنا، اوبا، يبقى كده في الحاله دي كمان هيجي لي مين؟ مومنت في اتجاه اكس. فبقى في عندي ام واي وام اكس، ده اللي احنا بنسميه الباي اكسل. المفروض ان العمود ده بيتصمم برضك على انه باي اكسل فورس او باي اكسل مومنت. يعني خلي بالك برضك من نقطة هنا، ان في الحالة بتاعتنا هنا هنخلي العمود بتاعنا فين؟ في نص القاعدة، يعني العمود ده بيبقى في نص الايه؟ القاعدة. فبالتالي لما تيجي تجيب الاستريسز، الاستريسز هتبقى نون يونيفورم نهائيا، وده اللي هنشوفه في الخطوات القادمة بإذن الله. شكرا